النهاردة كفتة سمك حلوة جدا وسهلة جدا جدا تقدري تعمليها، مش هتاخد منك وقت، تقدري تفرزيها كمان وتستخدميها وقت ما انت عايزة، سهلة جدا وطريقتها بصراحة جميلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف أول مقاديرنا النهاردة كفتة السمك. عندي كيلو سمك فيليه، تقدري تستخدمي أي نوع انت بتحبيه. عندنا 2 بطاطس للكيلو، يعني لكل كيلو 2 بطاطس، واحدة يعني متوسطة الحجم تكون مسلوقة بقشرها تمام ومهروسة. طبعا بعد ما نسلقها هنقشرها ونهرسها. نص كوباية شبت وكزبرة خضراء، نص كوباية بقسماط مطحون، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، رشة شطة وملح. دي عجينة الكفتة. طيب التغطية بقى اللي هنغطي بيها الكفتة، هنحتاج نص كوباية دقيق، وعايزين كمان بيضتين وعليهم معلقتين من اللبن، كوباية بقسماط، نص كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، وهنتبلها ببابريكا وملح وفلفل اسود وطبعا زيت علشان نقلي فيه الكفتة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. الطريقة سهلة خالص وكمان النتيجة حلوة جدا. اول حاجة هلبس بس الجلافز علشان السمك، تكوني غسلة السمك ونشفة كويس قوي، ما يبقاش فيه مية علشان الخلطة ما تبقاش سايلة مننا. كمان البطاطس زي ما اتفقنا نسلقها بقشرها وبعدين نقشرها ونهرسها. اما لو اتسلقت من غير قشر فهي بتمتص كمية مية من مية السلق، وبالتالي بيطلع معانا البطاطس مش متماسكة ومش هتمسك الخليط تمام. هنحط السمك في الكبة وهديله الاول ضربتين كده بحيث ان هو ينعم، بعدين اضيف بقية المكونات. بسم الله. تمام كده هبتدي بقى اضيف كل المكونات اللي عندنا. ادي البطاطس زي ما انتم شايفين، بصوا متماسكه ازاي علشان اتسلقت بقشرها وبعدين اتقشرت. هنضيفها، ودي الخضره بتاعتنا طبعا بتدي ريحه حلوه جدا جدا للكفته. حطينا الشبت وادي الكزبرة الخضراء، وهنحط كل التوابل، رشة شطة ده طبعا حسب الذوق، كزبرة ناشفة، كمون، ثوم وبصل تمام، وطبعا هنجيب الملح والفلفل. هنخلط بقى المكونات دي كويس قوي مع بعض. كده المكونات كلها امتزجت وبقت زي الفل معانا اهي، اتاكد منها تمام حلوه قوي. هنطلعها بقى، فاضل معانا بس البقسماط، والبقسماط هنا علشان يمسك لي العجينه واعرف اشكلها كويس قوي ويمتص اي سوائل، لو في سوائل لسه في الكفته هيمتصها تمام. ومعانا شهد، اهلا شهد. ازيك يا شهد؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا روحي، منوراني. الحمد لله، انا بحبك قوي. ميرسي يا روح قلبي، وانا كمان بحبك قوي. بصي انا عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي يا قلبي. انا متطلقه ومعايا عيل ومش لاقيه شغل. طيب بصي، هتسيبي رقمك جوه، روان هتاخده منك وان شاء الله يكلموكي في الكنترول. ماشي يا روحي، ربنا معاك يا رب يفك كربك انت وكل متضايق ان شاء الله تمام. بصوا انا ضفت بس هنا البقسماط في الاخر بعد ما خلصنا الكبه، ضفت البقسماط علشان اقدر اعمل عجينه اقدر اشكلها تمام. هعجنهم بس كويس مع بعض عشان كله يبقى مختلط مع بعضه بالطريقه دي تمام.
هعمل ايه بقى؟ هبتدي اشكلها اقراص. تمام، بصوا بالشكل ده. عايزه تعمليها صوابع بالطول مفيش مشكله، عايزه تعمليها اقراص مدوره انا ممكن اخد كده بس بالدقيق، تمام، عشان ده يسهل عليا ان انا اشكلها وتطلع معايا مظبوطه. شايفين بالشكل ده اهي، سهله جدا وتشكيلها سهل خالص. يلا نعمل تاني. احط بس على ايديا دقيق كده عشان تتظبط معايا اهو. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف، هنحط بعد ما نعمل الكفتة كده بالدقيق ونشكلها، هنحطها بقى الاول في بيض، والبيض ده نخففه بمعلقتين من اللبن، تمام، عشان ما يبقاش تقيل، وبعدين نرجع نكمل تاني. تمام، والزيت بتاعي على النار علشان يبقى سخن. نجيب شوكة، تمام اهي، وادي البيض بتاعنا بيضتين، هخفهم بمعلقتين من اللبن. تمام، بالشكل ده. وعندنا كمان الخليط اللي احنا دايما متعودين نعمله لما نكون هنعمل بانيه، اللي هو دقيق نشا وبقسماط. ما بحبش اعمل ببقسماط بس، لان البقسماط لوحده لما بينزل النار بيتحرق بسرعه. تمام، هنحط كده، تمام، بقسماط، ربع كوبايه نشا، كوبايه بقسماط، نص دقيق، ربع نشا، والخلطه دي بتدي لون حلو قوي، بتخلي كمان البانيه اللي احنا بنعمله سواء كان بقى كفته السمك، كفته فراخ، كفته لحمه، تخليها تطول شويه على النار، تاخد لون حلو وتستوي. تمام، ودي البابريكا، واحط بس شويه ملح وفلفل علشان يبقى الكفر من بره له طعم حلو. تمام، ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. الخلطه دي ممكن تعمليها وتحطيها في التلاجة، تحفظيها في التلاجة، في بطرمان، في كيس، تطلعي منها وتشتغلي على طول. تمام، تدي نتيجة حلوة جدا وقرمشة حلوة ولون حلو قوي. يبقى احنا الاول عملنا عجينة الكفتة، بعد ما عملنا عجينة الكفتة شكلناها واحنا بنبل ايدينا كده بالدقيق علشان ما تلزقش في ايدينا وتتشكل معانا بسهولة، وبعد كده هنبتدي ناخد وحدات الكفتة ننزلها في خليط البيض واللبن، تمام، وبعد كده في خليط النشا والدقيق. نجيب شوكة، هناخد كده، طبعا هي كده متغلفه بالدقيق اهي، الكفته متغلفه بالدقيق، هنزلها هنا واصفي كويس ونطلع على خليط البقسماط. تمام، نحاول نضغط بقى علشان يمسك على الكفته، اظن مفيش اسهل من كده، حلوة قوي. حتى لو الولاد ما بيقبلوش على السمك، ما بيحبوش السمك، اكيد هيحبوا الكفتة دي قوي. طريقتها سهلة وطعمها بيبقى لذيذ جدا. تمام، بالشكل ده اهو، نعمل تاني. تمام، اهلا مدام هيام، اهلا بيكي حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا نور عينيا؟ تسلمي لي يا قلبي، والله تسلم عينيكي الحلوة. تسلمي لي يا ست الكل يا حبيبتي. الله يخليكي، روحي نور عينيا شوية عليكي. تسلمي لي والله، ربنا يحفظ لك عينيكي ويحفظ لك صحتك والله يا حبيبة قلبي. تسلمي لي يا حبيبة قلبي، والله كل كلمة حلوة في الدنيا صفاتها حلوة كلها تستاهليها يا شفاء. يا رب أكون عند حسن الظن والله، ربنا يجعلني عند حسن الظن. تسلمي لي والله. تسلمي لي، أنا كل ما أشوفك على الشاشة
ادعي لك دعاء من حدكم الرصيد يا رب يا حبيبتي، واياك يا رب واياك يا روح قلبي ان شاء الله. ربنا يكرمك يا روح قلبي. متشكره قوي لحضرتك. انا اللي متشكره ليك والله. اتفضلي. لو سمحتي انا مش طالبه اكل، طالبه عايزاكي حضرتك وانت واقفه كده تحكي لي على حياتك الجميله واكون سعيده لان انا فخوره بحياتك. حاضر هحاول. حاضر يا روح قلبي حاضر. طبعا لما حد بيحب حد بيبقى نفسه يعرف عنه كل حاجه. ان شاء الله هحاول بقى كده اقول لكم شويه اسرار يعني. تسلمي لي ونورتيني. شفتوا بقى عملنا ايه في الكفته؟ خلاص ظبطناها، تماسكت وبقت زي الفل. طب انا عندي عزومه ومحتاجه ان انا اكون مجهزه حاجات قبليها، تقدري تعملي الكفته دي بالشكل ده تمام. بعد ما خلصتيها بالبيض وبالبقسماط هتحطيها في اطباق فوم، وبعدين تحطيها في الفريزر بعد ما تغلفيها طبعا، وتشيليها في الفريزر. وقت ما يكون عندك عزومه هتطلعيها وتحمريها، تسيبيها تفك شويه بس كده وتحمريها على طول تمام. فبتسهل لك وقت كتير وبتساعدك انك انت تبقي جاهزه وقاعده مع ضيوفك وقت اكتر تمام. عندنا معلومه هنشوفها، سامعيني؟ عندنا معلومه، عندنا معلومه هتنزل. خلاص اوكي، احنا كنا عاملين شويه قبل الهوا عشان مش هنلحق نخلص كل الكفته، فهطلعها ويلا نشوفي. لو الزيت احمر سخن هنحمر على طول. زي اي بانيه في الدنيا بنعمله، يفضل ان احنا بعد ما نبنيه بالشكل ده هنخليه في الثلاجه نص ساعه قبل التحمير، ده بيديكي نتيجه افضل. بس ما تقلقيش برضو، ده اللي عملناه على الهوا دلوقتي هيطلع حلو جدا وما فيهوش اي مشكله تمام ان شاء الله يعني. طيب تمام، على بال ما الزيت بتاعنا يسخن هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. عملت في الفاصل بقيه الكفته، خلصتها علشان نحمرها كلها، والزيت سخن حتى انا شلته من على النار عشان سخن جامد. هنرجعه تاني. البانيه لازم يكون الزيت سخن تمام، واول ما ينزل في الزيت السخن هخلي النار بعد كده متوسطه علشان الحاجه اللي فيه تستوي براحتها تمام. الزيت سخن تمام، هبتدي انزل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى لازم الزيت يكون سخن والنار متوسطه علشان ما تحرقليش الكفته من بره وتبقى نيه من جوه تمام كده زي الفل. هنسيبها بقى الكفتة تتحمر. واحدة عايزة تنزل لتحت تمام. جات فنهتم بالثوم شوية تمام، يرفع المناعة. خلاص كده الكفتة بقت زي الفل تمام. هنطلعها بقى، ده كفاية عليها قوي كده تمام. شايفين شكلها قد ايه جميل والله، وريحتها حلوه قوي وطعمها فعلا بيبقى جميل جدا. وعلى العين الثانيه شغال الثوم مع البصل، وريحه الثوم بدات تظهر. وهنروح بقى نجيب الخضار بتاعنا، بس اطلع ده. شايفين اللون جميل قد ايه؟